يفتش في كواليس المنشقين عن الجماعة مع اثنين من القياديين في جماعة الإخوان والمسلمين. خلوني أرحب بضيوفي الأستاذ أحمد الحمراوي، أحد مؤسسي حزب الحرية والعدالة ونقيب المحامين السابق بالأسكندرية. مساء الخير يا فندم. والدكتور أحمد ربيع غزالي، المحامي عضو مجلس شورى الجماعة السابق بالجيزة. مساء الخير يا فندم. يعني حضرتك آخر المنشقين إن شاء الله. يعني حتى لحظتنا حتى دي حضرتك كنت آخر المنشقين عن جماعة الإخوان المسلمين. نعم. الأسباب؟ هو السبب الرئيسي في انشقاقي الخطاب الذي أرسله الرئيس مرسي إلى الكيان الصهيوني بصحبة السفير الجديد الذي مثل البلاد في إسرائيل. هذا الخطاب ما حواه من عبارات وألفاظ جد خطيرة تتعارض مع المبادئ والقيم التي قامت عليها جماعة الإخوان المسلمين منذ عام 28 حتى اليوم، تتعارض مع ما كانت تدعو إليه جماعة الإخوان المسلمين من الجهاد واستئصال الصهاينة واعتبار الصهاينة في فلسطين ورم سرطاني في جسد الأمة يتعين استئصاله والتخلص منه. ما قامت به جماعة الإخوان المسلمين من جهاد في عام 48 وما وظفت له الشباب على مدار السنوات التالية في محاربة إسرائيل والدفاع عن المقدسات وعن فلسطين وعن الأرض والعرض والكلام ده كله. فلما أجي أنا وما تباهت به جماعة الإخوان من أن الرئيس مرسي منذ أن جاء إلى سدة الحكم في مصر لم ينطق بلفظ إسرائيل على لسانه. ثم خليني أقول لك كده أنه منذ بضعة أيام يعني سابقة وبالتحديد يوم الأربعاء الماضي الدكتور محمد مرسي قام بسحب السفير المصري من إسرائيل على يعني فورا بعد الاعتداء الذي شهدته منطقة غزة، هذا الاعتداء الوحشي، وكانت يعني رد فعل القيادة السياسية سريع ويعني نعم. أنا هقول لحضرتك هذا الرد الفعل لا يساوي تطلعات الإخوان المسلمين ولا تطلعات الشعب في مواجهة إسرائيل. حضرتك إسرائيل هذا الكيان القائم على القتل والسحل والاغتصاب، ما كان ينبغي على القيادات بعد هذا الربيع العربي بعد هذه الثورات التي جاءت لكي تدافع عن مقدسات هذه الأمة وعن فلسطين، كان يتعين عليهم أن يتخذوا موقفا، وهم يطالبون اليوم بتطبيق الشريعة الإسلامية المليونية التي دعوا إليها بتطبيق الشريعة الإسلامية. الزخم حول تطبيق الشريعة الإسلامية، أولى التطبيق للشريعة الإسلامية نصرة المظلوم من المسلمين، يستحيل في منطق العقل. ده الخليفة المعتصم عندما استغاثت به امرأة ومعتصماه جهز الجيوش لقتال الأعداء الذين أهانوا كرامة هذه المرأة. طيب. فإحنا النهاردة لا نريد من دعاة تطبيق الشريعة أن يقيموا الجهاد وأن يتولوا الجهاد ضد الصهاينة. والنهاردة أمريكا حضرتك بتعلن أن ما تقوم به إسرائيل في فلسطين هو دفاع شرعي. طيب. وأن يعني ده السبب اللي خلى حضرتك يعني نعم السبب الرئيسي تنشق عن أو تخرج الرئيسي عن جماعة الإخوان هذا هو السبب الرئيسي المسلمين.